مساء الخير على كل المتابعين، واتمنى لكم يوم سعيد وكل سنه وانتم كلكم طيبين بمناسبه يعني راس السنه. حبيت اعمل لكم الاطلاله الجميله دي من سوق جميل جدا موجود في منطقه المندره بالاسكندريه، وبس لفت نظري ليه يعني ان هو كده في حميميه جميله، المعروضات شكلها حلو قوي والمحال شكلها حلو قوي. فخلينا كده نقلب الكاميرا ونحاول نصور. يعني انا لفت نظري المعروضات، الفاكهه الجميله والمحال الجميله، فحبيت انقل يعني الزياره دي في فيديو جميل احاول انشره. الشارع انا للاسف معرفش اسمه، بس هو موجود في حته اسمها المندره، في شارع كده يعني بيمتاز بالمحال الجميله زي ما احنا شايفين، في مسجد، في محلات عصير، في محلات موبايلات، وده الغالب عليه في احد احياء المندره، احد اشهر الاماكن الاسكندريه او محافظه الاسكندريه. ف برضه تحس ان في حميميه كده، يعني الناس مبسوطه مبتهجه لراس السنه الميلاديه. ف تلاقي يعني المحال كلها زينة، وفي نوعا ما حركة بيع وشراء وحركة ارتياد في الشارع الجميل ده. برضه بيمتاز ان هو في اماكن ملابس واكل كتير نوعا ما، وللعلم هو طبعا على اخره الكورنيش على طول، وبرضه محاط ب يعني عدد من الفنادق المختلفة التصاميم. يعني حقيقة الشارع جميل جدا جدا جدا، حبيت أعمل لكم الإطلالة الجميلة دي عشان نتعرف عليه. شوفوا برضو المعروضات الجميلة، الفاكهة من سمات السوق ده، يعني ان في فاكهه معروضه بشكل جميل قوي، ده برضو شيء لفت نظري. الفاكهه المعروضه الجميله دي واللي اسعارها نوعا ما كويسه وجميله، يعني حقيقه جو حلو قوي يا جماعه. مع بدايه راس السنه، او مع يعني ان احنا بنودع سنه وبنستقبل سنه، فحبيت أعمل الإطلالة الجميلة دي من أحد الأسواق الشعبية ويعني الشوارع، حتى في عربية فول، يعني أعتقد فول. يعني شوفوا حقيقة شيء ظريف جدا. أحاول بس أتنقل مكان تاني لأن الدنيا هنا مطر شوية. يعني أنا حبيت أعرفكم على السوق الجميل ده اللي موجود في منطقة المندرة. أنا طبعا للأسف معرفش اسم الشارع أو الاسم الدقيق للمنطقة اللي أنا فيها، اللهم إلا إن هي منطقة المندرة. هو عبارة عن موقف، عبارة عن سوق، عبارة عن شارع، في محل بتبيع منتجات مختلفة، وآخره طبعا الكورنيش، ومحاط ببعض الفنادق الجميلة. إطلالة جميلة حبيت أعملها لكم من أحد أشهر الأسواق الموجودة في الإسكندرية. طبعا مساءكم بكل خير وكل سنة وانتم طيبين.